يبقى هنا عنده الرز بحوره في السمنه، بعد اديته شويه ملح وشويه فلفل ابيض ومكعب مرق. مقاديرك قدامك اهوت، سمنه ورز وملح وفلفل ابيض ومكعب مرق، وبعد كده نص كميه ميه سخنه بتغلي، وبعد كده هدي له كوبايه كريمه عشان يبقى طري او كوبايه لبن، وهدي له كمان جبنه ايه حسن، جبنه شيدر او البشاميل، 3 معالق من السمنه على 3 معالق من او زبده شيدر او ايه، موتزاريلا او موتزاريلا، اي جبنه بتسيح. وبعد كده هدي لها كميه من الدقيق قدها، الدقيق قد 3 معالق من الدقيق، وشويه ملح وشويه فلفل ابيض، وست كوبايات لبن دافي، وشويه لها اهو، واطعمه شويه من المكعب المرق، واحمصهم كويس قوي، الدقيق والزبده والملح والفلفل الابيض والمكعب المرق، واللبن يبقى دافي خدي بالك. وهنا عند الرز بحمصه كويس في السمنه، بديته ملح وفلفل ابيض ومكعب مرق. خطواتك كده كلها قدامك. وهنا عندي شويه بصلايه صغيره بيضه احطها على الزيت عشان اعمل اللحمه على العصاج. عشان تعملي الطاجن ده تعمليه لواحد شخص او تعمليه للعيله كلها 3 خطوات. عندك لحمه على الصاج، عندك بشاميل، عندك رز يكون طري ويكون مستوي 50%. وعندي هنا حمصت كويس اهو يا حسني السمن، الطاجن قدامك اهو. عندك هنا الزبده مع الدقيق مع الملح فلفل ابيض زي ما انت شايف كده اتحمصوا كويس. اجيب لهم 6 كوبايات لبن دافي واحطهم مره واحده كده، واحل بيهم الدقيق والزبده والملح والفلفل الابيض. خدي بالك اهو، احلى شويه بشاميل من غير بيض ومن غير اي حاجه.